السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي ندير واحد الحريشات فرديين كيجيو زوينين وكيجيو رطبين. كناخدو المكونات تاع هاد الحرشة، جوج كيسان ديال الدقيق الكامل بالعبار وكاس العنبة، وجوج كيسان ديال السميدة رقيقة تكون ممتازة، ونص كاس ديال الزيت نخلط ما بين الزيت بلدية والزيت رومية، ومعلقة صغيرة تاع الملحة، ومعلقة صغيرة من السلحة ديال الخميرة ديال الدار، ومعلقة صغيرة ديال السميدة، ومعلقة صغيرة من السلحة ديال الخميرة الحلويات بيكنج باودر. كناخدو هاد الإناء كنضيفو السميدة هي اللولة، كنديرو الزيت، كنبسبسو هاد السميدة بريوس الأصابع ديالنا، كنبسبسو غير بريوس الأصابع بحال هكا، كينسج لينا الزيت كامل مع السميدة، وكنحسو بيه يدخل كلو في السميدة. كنحيدو واحد شوية ديال السميدة، كنديرو في الطبيسة ليا باش غادي نكرسو. كندخل داك الدقيق كامل كله مع السميدة عاوتاني، وكندير هنايا واحد معلقة من السلحة ديال خميرة الحلويات، كندير معلقة ديال سنيدة من السلحة، معلقة صغيرة، والخميرة ديال الخبز حتى هي معلقة صغيرة من السلحة، والملح على حسب الذوق. كندخل هاد المكونات كلهم في السميدة، كنجيب هنا كاس ونص ديال الما دافي على هاد السميدة، كنخلط جميع المكونات، غنخليوها هنا عندنا واحد 10 دقائق بين ما ترتاح في البول عندنا هنايا، ونرجعو نكملو في 9 ساعات.
وهنا البنات دازت عندنا 10 دقائق ديال خلينا فيها الحرشة ديالنا ترتاح. دابا غادي نقرصوها. هنا غادي ناخذ واحد القطعه ديال الحرشه وغادي نقطعوها دوائر. الحرشة البنات بالدقيق الكامل والسميدة كتجي صحية بزاف للوليدات الصغار، وفيها الزيت البلدية والزيت الرومية كتجي صحية بزاف. نعاودو نجمعو هاد العجينة هادي باش نعاودو عاوتاني نبسطوها. طيب ديال هذوك الحريشات الصغار
هانتوما البنات هالحريشات ديالي بعد ما كملتهم في الطياب، هاهما كيفاش كيجيو زوينين ومحمرين. ها شفتو كي كيجيو زوينين ومحمرين، هانتوما كيف ما كتشوفو معايا نوريكم وحده، كيجيو زوينين ورطبين وبالدقيق الكامل، راه صحيين حتى الدراري الصغار. غير جربو مع البنات وما تنساونيش بلي لايك وجيم والبارطاج.